أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء على أهمية الملتقى الحكومي 2017 الذي سينعقد يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري. وقال سعادته إن هذا الملتقى وما يلقاه من اهتمام كبير ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، شكل آلية مهمة في سياق وضع ومراجعة الأهداف والأولويات في عمل مختلف الجهات الحكومية والتوجهات نحو تعزيز البناء التنموي بما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتأكيد خطوات المراحل القادمة من العمل الحكومي بما يتسق مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سعادة الوزير إلى أن الملتقى الحكومي 2017 سوف يتطرق عبر محاوله ورش عمله إلى ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة 2015-2018 والتوجهات القادمة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمالي والبنية التحتية والخدمات والأداء الحكومي، ومواصلة ما بدأه الملتقى من تسليط الضوء على الدور الأساسي المحوري للقطاع الخاص في العملية التنموية. ونوه الوزير إلى أن هذا الملتقى منصة هامة لتحفيز وتشجيع مختلف الجهات نحو تأكيد الفرص لتجويد العمل وتحسين الأداء بما ينعكس إيجابا على إنجاز الأهداف الموضوعة وتحقيق أعلى درجات الرضا في تقديم الخدمات الحكومية. وأشار الوزير إلى أنه خلال الملتقى الحكومي 2017 سوف يتم تكريم جهات ومؤسسات القطاع العام الفائزة بالجوائز الحكومية التالية: جائزة جودة التعليم، جائزة التميز في التواصل مع العملاء، وجائزة أفضل الممارسات الحكومية.